السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشرف مصطفى، كنت بكلم حضرتك من شوية على زكاة المال على الذهب أم الفضة. أنا أجبتك بما فيه كفاية. تمام، لا أنا كنت عايز أكمل السؤال بس بعد إذنك. هو إزاي يعني اتحددت 85 جرام وما كانش في ميزان على زمن النبي صلى لا، الله عليه كان في وسلم؟ ميزان، كيف لم يكن؟ ده ربنا أنزل الميزان. الجرامات نفسها. الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كيف ذلك؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. والنبي قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أقصد تحديد الجرامات نفسها، يعني ما كان التحديد بالدراهم والدنانير ترجمت الآن والأواقي ترجمت الآن للجرامات. عادي تمام، جزاك الله كل خير. وإياكم.